السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اوبن سورس خاص بالفاسيلتي مانجمنت، خاص بالمينتيننس الصيانة، خاص بالسي ام ام اس. يعني باختصار كل المعلومات الخاصة اللي انت محتاجها عشان عملية ادارة المبنى، فبتحط كل المعلومات الخاصة بالميكانيكال والالكتريكال اكيوبمنت، المعدات الميكانيكية والالكتريكال، وممكن تحط اي حاجه تانية مفيش اي مشكله خالص، بس ده التركيز عليهم لان بيبقى فيهم صيانه كتير. انت ممكن تحط حتى الزرع، يعني البلانت النباتات، بحيث ان انت تقول له فكرني ان انا اسقي الزرع ده مثلا كل يومين كل يوم، او تبقى موجوده المعلومات لو انا عايز اعمل اي حاجه ابقى عارف تاريخ الحاجه دي فين. مش نظام السي ام اس الاساسي ان انت بيبقى عندك هيستوري لكل حاجه، بحيث لو في موظفين مشيوا الموظفين الجداد يبقوا عارفين تاريخ المعدات وازاي يعملوا لها الصيانة. البرنامج اوبن سورس، وتقدر بكل سهولة تيجي هنا وتقول مثلا عايز بيلدينج، فبيقول لك ضيف مثلا مبنى جديد او تعرف معلومات عن المبنى اهوت. فبتلاقي هنا الكارد الموجود، اللوكيشن داتا، المينتنس داتا، هنا حاجات ديتيلز اكتر، مثلا كل دور اهوت، النوتس لو انت عايز تكتب اي نوتس، طب لو في ريليشن شيب ايه الحاجات اللي جواه بالتفصيل، ومرتبط بالمباني اللي حواليه، لو في اي هيستوري، في اي املات، في اي اتاتشمنت، يبدا يجيب لك كل المعلومات. برضو فلور فلور تلاقي كل المعلومات اللي انت محتاجها، وكل فلور موجود خاص باني مبنى، وكل الديتيلز اللي انت عايزها. الروم لو انت عايز غرفه غرفه، تعالى هنا مثلا نقول له ديت فبيبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيها. الاليمنت اللي موجوده يبدا يجيبها لي كلها، هنا ده سامري، هنا المخزون بيقول لي بقى المعلومات. المعلومات الخاصة بالكمباني، بالموظفين الموجودين عندي، كل الموظفين موجودين، وكل موظف طبعا ليه اي دي مختلف، حتى لو مشي ما ينفعش حد ياخد الاي دي بتاع الاخر للتوثيق. فدي ادارة للمينتيننس بكل تفصيل بتاعتها، إدارة للأمور المالية البراس ليست، إدارة للعقود، الإيجارات، اليوتيليتي، إمرجنسي لو في أي حاجة ليها الأولوية دلوقتي، وفي سكادولز لو أنت عايز تعرف التواريخ بتاعت الصيانة. ممكن تضيف اد سكادول التاريخ مثلا بكره ولا حاجه، الكاتيجوري بتاعتها، الديسكريبشن بتاعها، البريوريتي، فبيبدأ يجيبها لك بالتفصيل تقدر تشوفها زي ما انت عايز. تقدر تشوف الشينج جروب، تشوف انت كتيم مثلا، اوبن مينت ده اوبن سورس وقوي جدا الصراحة، في معلومات كتيرة قيمة خاصة بإدارة المنشأة فاسيلتي مانجمنت.